خاينه ونما ولا مغمى عليها جوه. ايه ولا هي فين ولا؟ انت بتضحك عليا علاء؟ اه طبعا بضحك عليك. ثانيه واحده ثانيه واحده بس، عايز اوريكي صوره حلوه كده. الله نهارك اسود يا نهارك اسود يا نهارك اسود يا نهارك اسود. الله يخرب بيتك، انت ما عندكش دم، حرام عليك، انا يوميها زقتك وهتجريك. انا عارف عارف ومصدقك، بس الصوره ما بتكذبش. انا ما حصلش بيني وبينك اي حاجه طبعا. ده اللي مزعلني، ما بيحصلش بيني وبينك اي حاجه. اسمع الكلام والنعمة هتنبسطي. انا عايز افهم انت هتستفيد ايه لما تفضحني؟ مفيش فضايح ولا عيب. فضايح ايه؟ ربنا ما يجيب فضيحة. كل ما هنالك يعني طول ما انت فاضية بعدت عليا انا قاعد لوحدي. لكن لو ما عملتيش كده هتبقى هي دي الفضيحة. هبعت الصورة لخطيبك وما تسألنيش اعرفه ازاي ان اسمه زي الطبل في الزقازيق. تعالي نقعد شوية. تعالي قذر وقليل ادب، سافر بيت. خدي طبعا مجنونة، خدي اما اقول لك. استني خدينا معاكي. استنوني. مالك يا بنتي بتتنطي كده ليه؟ ابدا ما فيش حاجه. يعني ايه ما فيش حاجه؟ ده انتي بتتنفضي ولا من الكهرباء؟ تعبانه، حمل تعبني. هو الواد الرمى اللي تحت ده ضايقك في حاجه؟ سيبك منه، ده واد زباله. الدنيا كلها بقت زباله. انا بس صحيت تعبانه شويه وعندي مغص كده، قلت اشرب حاجه سخنه اخد دواء وارتاح شويه. اغرف لك؟ اغرفي يا حبيبتي. ما احنا مش هنستنى ولا؟ لا بقول لكم ايه، انت هتستنوها ولا ايه؟ ولا ما لهاش اي مواعيد، لو هتستنوها هتصوموا. انت بتاكليش ليه يا كوكي؟ يا لهوي في ايه؟ كوكي الحقي كوكي انحرس بيك كوكي. مالها دي؟ ايه دي؟ وقع وقع وقع. مالك يا كوكي؟ عرفني يا رحمن الرحيم حبيبتي، ربنا يستر يا رب. من اسبوع. خدي يا ستي. ما لسه بدري. انا عايزه افهم انت ليه مش عايزانا نجيب لك دكتور؟ دعاية قديم ومتعود اخد له مسكنات وبيروح على طول. على فكره احنا لازم نروح عياده الدكتور خيري ده تاني ونخليه غصب عنه يوصلك ليه. ازاي بس يا صفيه؟ ده حتى مش عايز يقابلني. الدكتور تحت امر اللي يدفع له الفيزيته بتاعته. احنا نروح له بقى كلنا زيارة عائلية. عائلية؟ آه. أنا آسفة يا خيري بس ما كانش عندي حل تاني. طلبك مش عندي يا ليل، أنا ما أعرفش خالد فين.
انت ما فهمتش. شبشبه وهنشبشب، خناق وهنتخانق، قله ادب ومفيش اكتر منها هنا وفي البيت، وهي مش هتخسر اكتر من اللي خسرته. اه ده غير الفضايح بقى والجرس، فضيحتك هتبقى بجلاجل قد كده، والناس هتبطل تجيلك العياده هتشطب. طب ليه كده ليه؟ مشكلة بينك وبين خالد، أنا إيه ذنبي؟ عايزة بنتي يا خيري. وصلني يا خالد. أنا عارفة إن أنا عملت له فضايح ومشاكل كتير. بس ما توصلش إن هو يمنعني عن بنتي. أنا بترجاك دلوقتي يا خيري. أقسم بالله العظيم. وحياة حبستي في السجن ظلم. لو ناست على القتل هقتل. ممكن تهدي بعد إذنك؟ اديني فرصة وانا هبقى. انا استنيت كتير. خلاص وصلت لاخري. هستنى تليفونك. ما تتأخرش. ايه لملي الناس دي، انا مش عايز دوشة وعايزين ننجز عشان النهار بيقع. يلا يا بيه اتفضل. الصوت يا بيرو. قلت لي اجي ليه طالما مفيش تصوير؟ يا حبيبتي قلبي، هو في تصوير من غير اتفاق؟ انت المره اللي فاتت خدتي الورق وجريتي، حتى ما اتكلمناش في الدور. دور ايه؟ دور ايه؟ حرام عليك ما تقولش دور. ده كف صاد كومبارس صاد. قعدت تقول لي مرات البطل ودور عمرك وفرصه حياتك. انصبوا لنا الكريم بره يا جماعه بسرعه. يس يا استاذ. شوف يا حبيبي، ده اللي كنا هنتفق عليه. نزود لك شويه كلام. شطات مع البطل. وانا لو ما عملتش ده بنفسي هيفضل الدور هو هو كومبارس صامت زي ما هو في الورق بالظبط. طيب هو انت تقدر تعمل ده بنفسك؟ مش ده شغل المخرج والكاتب؟ المخرج يا جماعه الفيديو اسيست يطلع للمخرج بسرعه. روحي يا حبيبتي للاستاذ المخرج، خليه يغير لك كل حاجه انت عاوزاها في الورق. بس اوعي تنسي ان انا المنفذ ولازم احط لمستي. يعني هتلفي تلفي وترجعي. البوفيه بقى عشان ريقي نشف. اهل الفن واخر الليل. سيمة حلوه واللي فيها احلى. هي دي الرجوله صح. تصدق بيه؟ انا كنت فاكراك بني ادم. انت بتكلمين انا يا بت؟ ليه؟ هو انت بني ادم؟ لا موتوسيكل يا اخويا يا ريت.